أهلا بكم. هي نقطة التقاء بين المحيطين الأطلسي والمتوسط، وعند قدميها تعانقا. يجسر عبور بين قارتي إفريقيا وأوروبا، وهي أيضا ملتقى الحضارات ومزيج الثقافات. أسوارها العتيقة ومآثرها التاريخية تجسدان عمقها التاريخي المتجبر. مغارتها حكاية أخرى من حكاية الأساطير. تاريخها كتاب مليء بالأحداث المتعاقبة، وحاضرها تقودك أزقته وشوارعه المتناسقة إلى فضاء هو إلى جنان الدنيا أقرب. Thank you.
مزيج الخضرة المنتشرة هنا وهناك وزرقة البحر المحيطة بها جعل منها لؤلؤة وجوهرة المحيطين. حضنها الدافئ يشعرك بأمن منقطع النظير، يحتضن بين ذراعيه كل الأطياف والأجناس. رغم تطورها الهائل في العقود الأخيرة في كل المجالات، إلا أن زيارتك للمدينة القديمة وجو شوارعها الضيقة المتداخلة تشعرك أنك في رحلة إلى العصور الوسطى وزيارة لتاريخ الأندلس الغني. الحديث عنها لا يمكن اختزاله في بضع كلمات أو أسطر، هو تمهيد فقط وسيقودنا لتفصيل الأحداث وسرد التاريخ الذي لا حصر له، لنستحضر معا ولو القليل في تاريخ واحدة من أجمل المدن المغربية، إنها مدينة طنجة عروس الشمال.